صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. حيث تأثر المملكة نهار اليوم بمنخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة نسبيا مرافقة له، ترتفع درجات الحرارة لتسود أجواء حارة نسبيا في عموم المناطق مع انتشار لكميات من الغبار في الأجواء. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء صافية بشكل عام مع 32 درجة مئوية، الملموسة 30 درجة مئوية، الرطوبة 55 والرياح تكون نشطة أسرع. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأها بالمنطقة الشمالية، حيث تسود أجواء خماسينية بشكل عام، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة بالأيام الماضية مع انتشار لكميات من الغبار في عموم المناطق. المفرق 35 إلى 18 درجة مئوية، إربد 33 إلى 18، جرش 34 إلى 20، وعجلون 32 إلى 17 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء 35 إلى 21 درجة مئوية، البلقاء 32 إلى 19، عمان 32 إلى 19 أيضا، مأدبة 34 إلى 19، والبحر الميت 39 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 33 إلى 19، الطفيلة 34 إلى 19، الشوبك 32 إلى 19 مع تربة مثارة، معان 34 إلى 23، والعقبة 43 إلى 30 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 39 إلى 20، الصفاوي 38 إلى 19، ورويشة 38 إلى 21 درجة مئوية مع انتشار لكميات من الغبار. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.